هذا وقد توجه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بكلمة شكر وتقدير لجميع العاملين في السلك التربوي من إداريين ومعلمين الذين عادوا اليوم إلى المدارس في مختلف مناطق البحرين. يسعدني ويشرفني في هذا اليوم المبارك أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى الأخوة والأخوات منتسبي وزارة التربية والتعليم بمناسبة بدء العام الدراسي. سوف تستمر وزارة التربية والتعليم في تحقيق العديد من الانجازات بعون الله ثم بالدعم الكبير والمساندة التي تجدها من قيادة بلدنا العزيز. سوف نستمر ايضا في العمل بشكل متواصل للارتقاء بالجانب المهني ايمانا تاما بالدور البارز للمعلم واثره في الارتقاء بالعملية التعليمية. اسال الله العلي القدير. للجميع دوام التوفيق والنجاح وان تستمر رايه البحرين في المجال التعليمي خفاقه عاليه